أخبار اليوم. والآن مع كلمة الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري لشرح خطة الوزارة لتدبير الموارد المائية المطلوبة للمشروع. بسم الله الرحمن الرحيم، واجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. استاذن سيادتكم سيادة الرئيس والسادة الحضور الكرام في عرض خطة وزارة الموارد المائية والري في تأمين الموارد المائية لمشروع 1.5 مليون فدان. المشروع تم اختيار مواقعه بناء على دراسات علمية بالتنسيق مع وزارة الزراعة للاطمئنان إلى وجود كميات المياه الجوفية المتاحة أو الموارد المائية جزء من نهر النيل في 8 محافظات. 65% تقع في إقليم الصعيد والوجه الإبلي لمزيد من التنمية لهذا الجزء من الوطن، تبدأ من أسوان ثم الوادي الجديد ومحافظة قنا والمنيا والجيزة ومطروح والإسماعيلية وجنوب سيناء، لتكمل مساحة 1.5 مليون فدان. واليوم وإحنا في محافظة الوادي الجديد 280 ألف فدان ستكون في هذه البقعة الغالية بوابة مصر الغربية، وسنضع لسيادتكم حالا تفاصيل تأمين الموارد المائية لهذا المشروع. المشروع 1.5 مليون فدان 88.5% تعتمد على المياه الجوفية. كلنا نعلم أن موارد مصر من نهر النيل ثابتة بحصة ثابتة سنويا، فالاعتماد معظمه على المياه الجوفية، وجزء أيضا على مياه نهر النيل في مشروعات كانت شقت فيها بعض المحطات والترع ولكن لم يتم الاستفادة منها، وبالتالي الاستفادة بما تم تنفيذه من أعمال سابقة. منهجية العمل في المشروع: بالاعتماد على الدراسات العلمية في وزارة الموارد المائية والري وأساتذة الجامعات، تم وضع خطة منهجية العمل في هذا المشروع، وكان أهم حاجة عندنا ضمان حق الأجيال في استدامة المخزون للأجيال الجاية حتى لا نجور على حقهم في المياه الجوفية. نظرا لاتساع مساحة المشروع، تم تقسيم 1.5 مليون إلى 3 أجزاء، 3 مراحل، كل مرحلة 0.5 مليون فدان. تم الانتهاء من كافة الدراسات الفنية اللي بتؤكد على إمكانات واستدامة المياه الجوفية بصورة اقتصادية 100 عام على الأقل. وعندما نقول 100 عام على الأقل، البعض يظن تنتهي المياه، وإنما نقول بصورة اقتصادية، لكن معنى هذا أنه بعد 100 عام بالإدارة الرشيدة للمياه بنقدر مضاعفات 100 عام. أيضا جاري استكمال الدراسات التأكيدية للمرحلة الثالثة لسيادتك أمرت بيها لمساحة 0.5 مليون أخرى. اعتمدنا في إدارة المياه الجوفية في المشروع على 5 محاور: التصميم الأبار، والمعنى تصميم الأبار المسافة الآمنة بين البئر والآخر وعمق البئر وكميات المياه طبقا للتصميمات والدراسات. المحور الثاني الاعتماد على الطاقة المتجددة، ان معظم مساحة المشروع تقع في مناطق الطاقة الشمسية واعدة، فتم الاتفاق على انها تكون هي مصدر الطاقة صديقة البيئة الطاقة الشمسية. المحور الثالث بالتنسيق مع وزارة الزراعة حظر زراعة المحاصيل الشرهة، ودي محظورة. المحور الرابع استخدام نظم الري الحديثة اللي هي الري بالرش والري بالتنقيط زي ما هتشوف سعادتك اليوم في منطقة الفرافرة. المحور الخامس وضع نظام مراقبة صارم للمشروع، ونعمل تقييم مستمر قبل القدوم في خطوة أخرى، فدائما هناك تقييم لهذا المشروع. يتلخص العمل في خطة الآبار: المرحلة الأولى 1315 بئر، يليها المرحلة الثانية 1950 بئر، ثم المرحلة الثالثة 1894 بإجمالي 5114 بئر، وهذا رقم في تاريخ مصر في
حفر مثل هذه الآبار يعني لم يحدث في تاريخ مصر. وتحدي آخر أن كلنا نعرف أن مصر منذ ثورة 52 حتى الآن أضافت 3 مليون فدان في 60 سنة، فعندما نتحدث عن مشروع 1.5 مليون في 2 و3 سنوات أمام تحدي ليس بسهل، لكن إن شاء الله كلنا قادرين على إنجازه. مراحل تنفيذ المشروع تم تقسيمها على 3 مراحل. محافظة الوادي الجديد تقع في مساحة 280 فدان، النصيب الأكبر من المحافظات هذه المحافظة الواعدة، والبعض من المناطق بتعتمد على الري النيلي مثل توشكا وفي إينا في مشروع المراجدة وفي قرية الأمل، والباقي كله على المياه الجوفية. المرحلة الأولى تعتمد على مياه نهر النيل في مشروعات قائمة كترع مقامة حاليا وبنية أساسية، تلت المشروع تقريبا والتلتين على المياه الجوفية بإجمالي 100%. المياه المطلوبة لهذه المرحلة 0.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، والدراسات هنوضح لسيادتك دلوقتي إن هذه الكمية مؤمنة من الدراسات، 0.5 مليار المطلوبة للمرحلة الأولى اليوم. المرحلة الأولى في 6 محافظات: الوادي الجديد، مطروح، الإسماعيلية، أسوان، إنا. إنتاجية الآبار في حدود 1000 متر مكعب يومي في المتوسط. الآبار في محافظة الوادي الجديد البعض منها في حدود 1000 متر والبعض في حدود 450 متر. في منطقة المغرة في محافظة مطروح العمق يصل إلى 125 متر إلى 200 متر، وفي منطقة غرب المنيا ربما تصل من 250 ل 650 متر. درجة الملوحة أثبتت الدراسات صلاحيتها لكافة أنواع المحاصيل طبقا للتنسيق مع وزارة الزراعة. كل منطقة خاصة منطقة الوادي الجديد الملوحة في بعض الأحيان بتصل إلى أقل من مياه نهر النيل، وبالتالي تصلح لكافة المحاصيل. دراسات المياه الجوفية، الخريطة دي هي خلاصة مخزون المياه الجوفية في مصر. في عندنا في مصر 6 خزانات جوفية تم حصر المتاح وما استخدم وما هو متبقي. الجدول الأخير يوضح أن كمية المخزون القابلة للاستخدام 8 مليار متر مكعب. مشروع 1.5 مليون فدان يحتاج 2 مليار متر مكعب. إذا المخزون عندي 8 مليار، أنا بحتاج 2 مليار دي لمدة 100 عام. فبما أننا مش هنستخدم 8 مليار، الفرق 6 مليار سنويا لمدة 100 عام رصيد بيضاف لاستمرار المشروع مش لمئة عام، وإنما ما شاء الله بإذن الله. بعد تحديد هذه الكميات بتبدأ أعمال الدراسات، تبدأ من مساحات الحقلية بالاستشارة عن بعد حتى نحدد الأماكن الواعدة بالمياه الجوفية، ثم نبدأ نزول على الموقع ونحصر الآبار الموجودة في المنطقة وكميات السحب الموجودة من الخزان الجوفي. ثم يليها بعد كده أعمال مسح جيوكهربي باستخدام أجهزة بتحدد عمق المية واتساع الخزان وامتداده شرقا وغربا، ومن هنا بنقدر نحط إيدينا على المكان اللي هو واعد في استخدام المياه الجوفية. يلي بعد عندما نتأكد من وجود المياه تبدأ ما نسميه الحفر الاختبارية حتى نطمئن أن سلوكيات الخزان الجوفي والملوحة صالحة. نحول البئر من اختباري إلى إنتاجي عندما نطمئن لتواجد المياه الجوفية. يبدأ بعد ذلك عمل مجموعة من النماذج الرياضية المعقدة، إدخال كل البيانات فيها، ونراقب ماذا يحدث بعد استخدام 1.5 مليون ومعدلات الهبوط في المياه المتوقعة في هذه السيناريوهات. ينتهي في النهاية التقارير والخرائط لكل منطقة من منطقة المشروع، وحاليا وزارة الري انتهت من 0.5 مليون الأولى من دراساتها الكاملة، ويتم تسليمها للشركة القائمة على تنفيذ المشروع. نتائج الدراسات التي تمت، وخدنا نموذج على منطقة الفرافرة. أكدت الدراسات توافر المية الجوفية في تنفيذ المشروع على مساحة 50,000 فدان ضمن المرحلة الأولى،
العمر الاقتصادي يصل إلى 100 عام على أقل تقدير. الخريطة دي بتوضح نوعية المية بعد الدراسات. اللون البرتقالي السائد بيوضح أن الملوحة من 200 ل 250 وهي أقل من ملوحة مياه نهر النيل، وبالتالي مشروع اللي احنا فيه النهاردة بيقع في هذه المنطقة البرتقالية اللون، وبعض المناطق الملوحة فيها أقل من 150، ودي طبعا يعني أقل من المسموح به بكتير وتصلح لكافة أنواع المحاصيل. في منطقة الوادي الجديد والفرافرة بالتالي اللي هي المساحة 50,000 فدان، عدد الأبار 210 بئر، انتهينا من حفر 165 بئر، عمق البئر في المتوسط 1,000 متر، نوعية المياه صالحة لكل الاستخدامات، انتاجية البئر تصل 1,200 متر مكعب يومي، عمق المية في بعض الأحيان على سطح الأرض نتيجة الضغوط، فبعض الأحيان المياه فوق سطح الأرض، فدي يعتبر عمق اقتصادي جدا أن المياه تكون على سطح الأرض أو على عمق 40 متر. منطقة الفرافرة كنموذج من الدراسات تقع في منطقة الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة اللي بنطلق عليها عين دلة. حاليا نحن في منطقة سهل بركة، 125 بئر لخدمة 30,000 فدان و85 بئر لخدمة 20,000 فدان، يطلع الإجمالي 210 بئر عشان 50,000 فدان الأولى. هنلاحظ شبكة الطرق اللي بتنفذ حاليا بتخدم المشروع، وبالتالي دي هتسهل للمستثمر أو المنتفع التحرك في كل الاتجاهات وربط المشروع بطريقة أسيوط أو الواحات. لو بصينا في التفصيل على منطقة الفرافرة القديمة، عدد الأبار 125 بئر متقسمة على مجموعة من الأماكن اللي باللون الأسود النقط السوداء أبار تمت حفرها منفذة 115 بئر، مطلوب 125، تبقى 10 أبار، ونعلن أن كل المساحة 30,000 فدان جاهزة للتوزيع طبقا لشروط الشركة اللي تم الإشارة إليها سابقا. منطقة الفرافرة الجديدة 20,000 فدان بيخدمها 85 بئر، تم تنفيذ 50 بئر، تبقى 35 بئر، لنعلن الفرافرة الجديدة أيضا الانتهاء منها بالكامل. الموقف التنفيذي لمشروع المرحلة الأولى 500,000 فدان. النصف مليون الفدان الأولى عدد الآبار 1,315 بئر، تكلفتها 1,775,000,000، تجهيزها بالطاقة الشمسية وبالأحواض تجميع المياه 1,810,000,000، بإجمالي 3,5 مليار تقريبا تكلفة المرحلة الأولى. ما تم تنفيذه وما جاري تنفيذه 725 بئر بنسبة 55% من المستهدف. متوسط تكلفة الحفر 1,350,000 جنيه، تجهيز البئر بالطاقة الشمسية والوحوض التجميع المياه 1,380,000، يطلع متوسط التكلفة حفر وتجهيز ب 2,730,000 جنيه. تم التعاقد على كل هذه الآبار لاستكمال النصف مليون الأولى من المشروع. صور حية من مواقع المرحلة الأولى. أول مشروع بدينا فيه في توشكا حفر 50 بئر باستخدام الطاقة الشمسية، ودي حوض تجميع المياه بسعة 2,000 متر مكعب، حتى لو في حالة أي عطل في الطاقة الشمسية بيكون عند المنتفع حوض يكفيه لمدة 2 يومين. دي صورة حية من الموقع، موقع أبار نموذجي باستخدام وحدة تحكم وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية حتى لا نعتمد على الكهرباء ولا نرهق شبكة الكهرباء للدولة، من خلال أجهزة التشغيل وألواح الطاقة الشمسية، ودي أحواض اللي هي تخزين المياه، وانتهينا الحمد لله من حفر 50 بئر وتجهيزهم بالطاقة الشمسية تمهيدا لتسليمهم للمستثمر أو المنتفع.
مشروع آخر باعتماد على المياه السطحية أو مياه النيلية بتكلفة 150 مليون جنيه في 17 ألف فدان في توشكا. استثمار ما تم إنفاقه في المشروع بإنشاء محطة جديدة بتخدم ترعة طولها 11.5 كيلو، عليها 7 مآخذ طبقا للتنسيق مع وزارة الزراعة، كل مأخذ بيروي مساحة معينة من الأراضي. والحمد لله هنوري لسعادتك الصور التنفيذية للانتهاء بالكامل. محطة رفح اللي بتروي المشروع انتهت بالكامل، وهناك محطة مياه لخدمة مشروع ممكن الصورة المحطة لمياه الشرب لمدينة توشكا الجديدة انتهت تماما، بالإضافة لمحطة الرفح، ودي المواسير اللي بتودي المياه ل 17 ألف فدان، وانتهت من تجهيزها بالكامل من خلايا التشغيل والتحكم بتكلفة 80 مليون جنيه لهذه المحطة. خطوط المواسير بتطلع وتنتهي ما نسميه حوض التهدئة عند هذا المستوى. كل هذه المواسير تم تركيبها وفي انتظار التشغيل في يناير القادم لضخ المياه في هذه الترعة. هذا هو حوض التهدئة، والترعة بطول 11 كيلو تم تبطينها بالكامل حرصا على عدم هروب المياه في التربة السائدة هناك، تربة رملية. أحد الكباري انتهت، ويلاحظ الأسفلت تم الانتهاء منه في أحد جانبيه عشان خدمة المشروع بالكامل، إن شاء الله تمهيدا في يناير القادم. نموذج آخر في قرية الأمل، تأمين المية لهذه القرية حتى لو حصل انقطاع للمياه أيام المناوبات بإنشاء 75 خزان أرضي بتكلفة 73 مليون جنيه. تم الانتهاء من 55 خزان أرضي، وحنشوف صور حية من الموقع لسعة الخزانات. تبدأ بحفر خزان بسعة 3000 إلى 6000 متر مكعب، ثم عزلها بالبولي إيثيلين منعا لهروب المياه من الحوض، ثم بعد كده بنحط عليها طبقة من الخرسانة الجاهزة حتى نحمي البولي إيثيلين من أي خدش أو قطح. ثم بعد كده بيتم استكمال الحوض بهذا المنظر، ثم يتم ملؤه بالمياه كما هو في الصورة الموضحة لحضرتك. في نهاية العرض أستأذن حضرتك أن وزارة الموارد المائية والري تجدد عهدها إن شاء الله في استكمال المسيرة لباقي 1.5 مليون فدان، ودائما نحن جنود في كتيبة التنمية لمصر تحت قيادة سيادتك إن شاء الله. شكرا فندم.